الدار بودكاست دمية العسكر الرئيس الذي يمسك حجرا في يده ويلوح به ولا يتوانى عن تهديد الآخرين برجمهم إذا خرجوا من الصف على حد قوله هذا كلام لم يصدر عن أحد المؤثرين التافهين أو أحد الرعاة المتشردين في الشوارع ولم يقله مجرم من أصحاب الصوابق أو معتاد الإجرام بل صدر عن رئيس دولة يقال إنها دولة في خطاب رسمي ألقاه بمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به العالم بأسره سنويا في فاتح ماي أنا شاد حجر فيتي تخرج على الصف نعطيك هكذا تحدث عبد المجيد تبون رئيس الجزائر في حضور قادة البلاد والجيش والمؤسسات بل وتحت وابل من التصفيق الحار لم يكذب من وصف الحمقى بالقول أجسام البغال وعقول العصافير ولو صبر قليلا حتى ينظر ما يحدث في الجزائر، لغير صيغة المثل وقال: أجسام البغال وعقول الكابرنات. كيف يعقل أن يصدر كلام بهذه الدرجة الفادحة من التفاهة والسوقية والانحطاط وأمام كاميرات التلفزيون الرسمي ووكالات الأنباء الدولية؟ هل في هذا البلد رجل رشيد أو عاقل يخبر الكابرنات بأنهم أمعن كثيرا في الانهيار السياسي والأخلاقي والإنساني؟ وأن ما يفعلونه بأنفسهم لا يستطيع أن يفعله بهم حتى أعداؤهم لقد صدق من قال يفعل السفيه بنفسه ما لم يفعله به عدوه لا نريد حتى أن نعرف من المقصود بهذا التهديد لأن الوقوف عند عتبة المعنى لا قيمة له عندما يكون المبنى بهذا المستوى المتدني من الرذاءة مهما كانت الجهة المعنية بهذا التهديد خارجية أو داخلية يكفي اننا سمعنا مره اخرى من دميه العسكر ما يدل على اننا ابتلينا فعلا في شمال افريقيا بمجاوره زمره من المجانين والحمقى الذين يجب الثريث كثيرا في التعامل معهم فلا احد يستطيع ان يتنبا بردود افعالهم صحيح ان كثيرا من تهديدات الكابرنات هي مجرد كلام ودعايات موجهه للاستهلاك الداخلي وتهدئه للنفوس الجزائريه المنهكه من مظاهر الفشل والهزائم والانهيار المشهود في شتى المجالات لكن مع ذلك هذا الخطاب السوقي يعكس مشكله حقيقيه يمر بها هذا النظام ويشير إلى توتر داخلي شديد ولا سيما أن الرئيس الحالي مقبل في شهر شتنبر القادم على اجتياز امتحان الانتخابات الرئاسية لكسب عهدة ثانية فهل يمكننا أن نزم أن المقصود بالرجم بحجارة ثبون هو كل من ستصور له نفسه التشكيك في أحقيته بهذه العهدة الثانية أو منافسته فيها؟ ربما يكون الهدف الحقيقي لحجارة ثبون هو خصومه الداخليون الذين قد يختفون منه امتياز الرضا الذي يحظى به لدى الجيش ويقدمون مرشحا أكثر إقناعا وكفاءة في المرحلة الحالية على الأقل لماذا نريد أن نعود إلى المعنى بدلا من الاستمرار في التركيز على المبنى؟ لاننا نعتقد ان هذه اللغة المنحطة لا يمكن ان تروج او تفهم الا في سياق جزائري خالص، ولا يمكن ان يستوعبها الا من هو في طينة هذا الرئيس وقادة جمهورية الكابرنات. من ثم فان ما قاله عبد المجيد ثبون لا يعكس في الحقيقة سوى المستوى الضاحل الذي بلغته الطبقة السياسية الجزائرية في ميادين الهبوط الاخلاقي والانساني. ننصح إذا خصوم الرجل داخل الجزائر أن يحذروا من الانتفاضة التي سيطلقها قريبا لإسقاط كل الخصوم المحتملين والتضحية بهم على مذبح السباق الانتخابي فما دام الرجل يحمل حجره في يده فإن خطره سيظل قائما ومحتقا بهم حتى تنتهي قصة العهدة الثانية بسلام ويضمن استمراره على رأس هذه الجمهورية الحجرية أما إن كان المقصود بهذا التهديد خارجياً فنحن نؤكد أن الجيش الذي يتبجح بقوته والحجر الذي يطمئن إليه لن يستطيع حمايته أبدا إذا سولت له نفسه خوض مغامرة عسكرية غير محسوبة العواقب، لكننا سنقولها له بأسلوبنا الحضاري الراقي: نحن نحمل في أيدينا ورودا، لكن في قلبها أشواك يمكن أن تلسع كل من تجرأ على محاولة قطفها. Adar podcast